الإسلامي. أنا حرب إبادة حدث هذه المشاكل يعود الموضوع. الندوة هذه القصد نتاعها هو تحرير الأدمغة والأفكار. لازم ننطلق من مبدأ أعرف نفسك وأعرف عدوك كي تسير الأمور للمبتغى الهدف اللي تبغي توصل. هذا هو القصد من هذه الندوة، جمع إخوة من وزارات مختلفة للتشاور والتحاور واستنتاج ما يجب فعله في المستقبل إن شاء الله.